بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عرضت البرنامج، برنامج مفصل مدقق. السيد النائب لا وقفت التعداد، لا اسمح لي، قلت هي ما كانش برنامج مفصل، البرنامج ديال تنمية الأقاليم البعيدة هو برنامج مفصل، واللجان الجهوية اللي كتدعو وهي اللي كتنفذ جزء كبير منه، حنا كنعطيو الفلوس في العكس كاين هذا الشيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى، لو كان هذا البرنامج، اسمح لي، لو كان هذا الموضوع مهم عندكم ما ديروش في 4 دقائق باش نشرحوه مزيان، ديروا سؤال مركزي مع جميع الفرق ونعطيه ساعة المرة قبيلة إلا كان عندكم هذه المناطق عزيزة فعلا. اسمح لي، لا اسمح لي، والبرامج موجودة وعملية والناس اللي كيطبقوها راه انتم جزء منها، لأنهم انتم داخلين في مجالس الجهات، داخلين في الجماعات الترابية، خصكم تخدموا وتكفضوا حتى انتم. أما الحكومة كتعطي الميزانية ديالها محليا وإقليميا في كتم البرمجة، محليا وإقليميا في كتم التنفيذ. شكرا شكرا سيد رئيس حكومة.